القانون نفتتح هذه الجلسة الرسمية وأعطي الكلمة للسيد وكيل العام للملك. السادة المستشارين، ألتمس بسيادتكم تعيين مستشار من هيئتكم المحترمة، كما أني بدوري وعين السيد عبد المجيد أزهري والنائب الوكيل العام للملك لمصاحبة السيد خالد العقيل الذي قرر جلالة الملك نصره الله وإيده تعيينه رئيسا أولا لهذه المحكمة، ثم إصدار أمركم للسيد كاتب الضبط بتلاوة سند تعيينه وبالتحاق السيد الرئيس الأول بعد ذلك بمقعده، والأمر بتحرير كل ما راج بهذه الجلسة في محضر الرجوع إليه عند الحاجة. ضبط بتلاوة سند تعيين السيد الرئيس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى السيد خليل أبا عقيل رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة تحت إشراف السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بها. الموضوع تعيينكم للقيام بمهام الرئيس الأول. سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتأييد وبعد، فرعيا لما اقتضته المصلحة القضائية وبناء على القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال اجتماعاته المنعقدة برسم دورتي يناير 2020 ويناير 2021 بتعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة وموافقة الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره. الله يبارك في عمار سيدي، الله يبارك في عمار سيدي، الله يبارك في عمار سيدي. أنهي إليكم أنه تقرر تعيينكم للقيام بمهام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور، وعليه أطلب منكم أن تلتحقوا بمقر عملكم الجديد بمجرد توصلكم بهذا الكتاب مع إشعاري بتاريخ الالتحاق، كما أطلب منكم العمل على تحقيق النجاعة في العمل القضائي لدائرة نفوذ المحكمة التي عينتم بها، وأن تسهروا على تقريب العدالة من المتقاضين وفقاً لقيم النزاهة والاستقامة. أن السيد خالد أبو عقيل قد نصب في منصبه يوم الاثنين 2 غشت 2021 على الساعة 11:30 بقاعة الجلسات العمومية بمحكمة الاستئناف بالناظور. مدينة التاريخية العريقة، مدينة العلم والوطنية. وأشكركم جزيل الشكر على تحمل مشاق السفر وعلى تلبيتكم دعوة إحياء هذه السنة الحميدة المتمثلة في مراسم تنصيب رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بالناظور، وذلك بعد موافقة الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره. الله يبارك في عمار سيدي، الله يبارك في عمار سيدي، الله يبارك في عمار سيدي. وأغتنم هذه الفرصة لتقديم عبارة الشكر والامتنان والعرفان لمنظمي هذا الحفل، كل واحد باسمه وصفته. حضور الكريم، إنها محطة تاريخية مفصلية في مسار المهنة، ولا يمكنني وصف درجة الفرحة والسعادة والاعتزاز بالثقة المولوية الغالية السامية في شخصي لتولي هذا المنصب، كما أفتخر بثقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تعييني لقيام بمهام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور. سيدات فضيات، السادة الأفاضل، إنني أستشعر في هذه اللحظة الهامة بثقل الأمانة وجسامة المسؤولية. فهذه الأخيرة بقدر ما هي تشريف، فإن بموازاة مع ذلك تكليف والتزام بأداء المهام القضائية والتدبيرية بكل تفاني وجدية ونكران للذات وبأمانة وإخلاص وتفجير كل الطاقات لرفع التحديات وتجديد الصعوبات وتقديم خدمة في المستوى الذي يتوخاه المجتمع نخلفه في هذه. كما أرى من واجب تقديم الشكر والثناء للسيد الوكيل العام للملك السيد عبد الحكيم العوفي على مسيرته الحافلة بالعطاء وتنزيل وترسيخ القواعد الفضلة.